جزيرة لا ريونيون، جنة استوائية في المحيط الهندي. سيريل مايو يعمل هنا كساعي بريد. حقيبة جاهزة. يذهب مشياً إذ لا يسمح للسيارات بالسير في منطقة مافات الجبلية. هذه هي اليوغا. جبال في جزيرة تبعد 9000 كيلومتر عن أوروبا، ولكنها جزء من فرنسا، وتبعاً لذلك فهي جزء من الاتحاد الأوروبي. سيريل هو ساعي بريد فرنسي، وبالنسبة للأهالي هو أكثر من مجرد ساع. قبل أن يبدأ سيريل مايو طريقه إلى الجبال، يجلب له شخص الرسائل التي ينبغي عليه إيصالها. هذا الشخص هو والده يولان. سيريل، الرسائل في العربة، اذهب وخذها. في الماضي كان الأب نفسه ساعي البريد في منطقة الجبال. بيد أن ابنه تولى هذه المهمة قبل 10 أعوام. أنا الذي علمته العمل. يعمل الوالد حالياً كأحد مدراء مكتب البريد هنا. أنا من يقرر أن يمضي في مهمته رغم المطر. بعدها أتصل به هاتفياً لأطمئن على وصوله بسلام. يوجد نهر يرتفع فيه منسوب المياه بسرعة عندما تتساقط الأمطار، مما يجعله خطيراً. لقد أرافقني في نقل الرسائل عندما كان في 9 من عمره. لقد كانت مرافقتي لأبي أثناء عمله جزءاً من طفولتي. آنذاك كان ساعي البريد وسيلة التواصل الوحيدة مع العالم الخارجي. كنا نجلب للسكان مثلاً أموالهم من البنك هنا في الأسفل، أو نودعها لهم فيه. إذا احتاج شخص ما لملء استمارة، كنا نقوم بذلك نيابة عنه. كنا نقرأ الرسائل لهم، لأن من النادر أن يوجد شخص يحسن القراءة. لكن الوضع تغير الآن. لقد ترعرع أطفال أولئك السكان وتعلموا القراءة والكتابة في المدارس هنا في الوادي. وبعدما غادر الوالد، ينهي سيريل استعداداته الأخيرة. يبدو أن المطر سيتساقط. لا شيء يقي الرسائل من الرطوبة أفضل من أكياس القمامة. بداية يقود سيريل السيارة لمدة ساعة إلى أن ينتهي الطريق. يمضي بعدها بطريقه ماشياً لإتمام رحلة عمله الأسبوعية. الطقس ليس جيداً، لكنه يكون أسوأ أحياناً. عندما تتساقط الأمطار بقوة، تنزل المياه إلى الأسفل من كل مكان. يصبح المشي صعباً على تربة زلقة وموحلة. هذه هي القديسة مريم، أم المسيح وأمنا جميعاً. إنها حامية المتجولين. نخاف جميعاً من الطبيعة ونشعر بالقلق. أحياناً عندما يظهر غضب الطبيعة بقوة، لا أذهب إلى هذه المهمة. إلى أين نتجه الآن؟ إلى أين؟ حسناً، هناك سقطت طائرة مروحية صغيرة وعلى متنها طيارها. يستأجر السكان أحياناً طائرة مروحية لجلب الإمدادات الغذائية من الوادي. وقع الحادث في عام 2010، وكان مع الطيار طفله. لقيا حتفهما في الحادث. الوضع هنا خطير أحياناً، وخاصة للطائرة المروحية عندما يكون هناك ضباب. هذه هي الطبيعة الجبلية. في هذا اليوم يمشي سيريل 3 ساعات تقريباً على دروب جبلية رطبة.
مهمة مضنية لإيصال أقل من 20 رسائل. يبلغ عدد المنازل في قرية مارلا 30 منزلاً تقريباً. لا يوجد اسم على صندوق البريد هذا، علي معرفة أسماء الجميع وعناوينهم. توجد في المدينة أرقام للمنازل وأسماء الساكنين فيها، أما هنا يجب علي معرفة الجميع، ويشمل ذلك أطفالهم والآباء. كالعادة يبيت سيريل في يوم الاثنين في نزل تديره بولينا أورو منذ 30 عاماً. المطر مفيد. أجل، النباتات بحاجة له. هل ولدت حفيدة جديدة؟ أجل، إنها ابنة كريستين في مستشفى سان بيير. إنها تعمل هناك، كما لديها هناك منزل صغير. الأسرة تنمو. أجل، بداية السنة فقدت والدتها. لدي 10 أحفاد و6 أبناء أحفاد. هل سيريل بالنسبة لك ساعي بريد فقط؟ إنه أكثر من ذلك، فهو يأتينا كل أسبوع وهو جزء من العائلة، إنه كولدي. ابنة 67 عاماً من الجيل 5 من عائلتها التي تعيش في مافات. لقد جاء أول السكان إلى المنطقة في القرن 19. لقد فر أسلافي إلى هنا هرباً من العبودية. لقد فر السكان من الساحل واختبأوا في الجبال وأكلوا ما زرعوه بأيديهم. في اليوم التالي يبدأ سيريل مشواراً يمتد نحو 4 ساعات، وهذا أمر يستمتع به. الإنسان هنا ينسى حياة المدينة. في البدء يذهب سيريل إلى البيوت البعيدة عن القرية، مثل بيت كلود كلان الذي يبلغ عمره 80 عاماً. أنت بخير؟ نعم، لقد سقط المطر. نعم. هل أحضرت له بريداً؟ لا بريد له عندي، لقد أردت فقط أن أقول له مرحباً. إنه ساعي بريد لطيف. نعم. لا يأتي الكثيرون لزيارة كلود هنا. هل تسكن وحدك؟ أعيش مع دجاجاتي. بعمره هذا لا يمكنه الاعتناء إلا بالدجاج. يحب السكان هنا نمط الحياة الهادئ في مافات، بعيداً عن ضوضاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 900,000 نسمة. يرحل الكثيرون من الأجيال الشابة غالباً إلى الوادي أو أماكن أخرى في الخارج، لكن بعضهم يعودون ثانية إلى الجبال، حيث يأكل المرء مما تزرعه يده ويحصل على الكهرباء من الألواح الشمسية أو المولدات. تعتبر لا نوفيل أكبر القرى الجديدة في مافات. يعيش هنا 150 شخصاً من أصل 700 نسمة، هم إجمالي سكان المنطقة الجبلية هذا. خلال السنوات الماضية نشأ عدد من المنازل الجديدة، 8 على الأقل. وضعت محمية مافات الطبيعية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويدفع السكان أجرة سنوية لهيئة الغابات الفرنسية تبلغ قيمتها عدة 100 من اليوروهات، وذلك مقابل إدارة المنطقة.
تنقل الهيئة النفايات مرة بالشهر بواسطة الهليكوبتر، وتزداد النفايات لتتحول إلى مشكلة كبيرة مع ازدياد السياح. يأتي الناس من كل مكان إلى هنا ويتركون نفاياتهم وراءهم، ينبغي عليهم حملها وإلا سنغرق في النفايات. لكن السياحة نعمة أيضاً لمفات التي كانت قبلها معزولة تماماً عن العالم، وهذا ما يتذكره كبير القرية سيلفان باغ ابن 83 عاماً. لقد كانت الحياة قاسية، لم يكن هناك غذاء للكثيرين سوى الذرة التي كانوا يزرعونها. لقد كانت الجذور غذاءنا. ومع بداية ثمانينيات القرن الماضي حدث التحول الذي بدأه سيلفان. لقد حملت على رأس الأخشاب وألواح التنك من القرية التي تبعد 10 كيلومترات، وأقمت النزل الأول والمطعم الأول هنا. بعدها بنيت المزيد من النزل. لولا السياح لبقيت حياتنا بائسة. أنهى سيريل توزيع الرسائل ويقوم بختم البريد الذي سيعيده معه، وذلك بختم مخصص لمفات، ويقول إن عمله يجعل لحياته معنى. أحب الناس هنا وأساعدهم في نهاية المطاف، إنهم أصدقائي. لو أنني لم أعد أقوم بهذا العمل فسوف ينشأ فراغ ما في حياتي. يقول ساعي البريد سيريل مايو إنه ينبغي للحياة الاستمرار كما هي عليه. موريس، إلى اللقاء.